احمد صلاح من الغوطه الشرقيه، اعمل بسكب النحاس، مهنتي سكب النحاس والومينو، وحاليا مقيم باريحا، اعمل رؤوس البطاريات واي قطع تتلزم للشمال السوري بسكبها. هلا اول شيء انا استاجرت هذا المحل وكونت عده صغيره وبلشت الحمد لله. جبت نحاس خرطه ادوبه على الفرن واطبع القوالب بالرمل اسكوب، وبلشت بمرحله رؤوس البطاريات، واول مرحله الطباعه السكب، ثاني مرحله، ثالث مرحله التبخيش واجلاخها والالغظه والتغليف. هاي المواد يعني نحاس اكثريتها والومنيوم ونسكوب، بس يعني اكثر شيء نسكوب النحاس. احنا بالنسبه لنا المواد الاوليه نحاس الخرطه، هون بأريحة ما عم نلاقي منه، عم نجيبه من ادلب او من ريف حلب الشمالي، عم نجيبه بنجيبه بنشتغله بنصنعه وبنطلع فيه على عدانة وعلى سرمدة رؤوس بطاريات، والشيء بيستلزم منا من سكب ألومنيوم أو نحاس عم نجيبه. ونحن راغبين لنوسع هالمهنة من أكبر لأكبر ونوسعها بالشمال السوري، ونتمنى نحن طموحاتنا أنه يعني نصير نصدر أكثر من هيك، يعني لأن لحد الساعة مهنة صغيرة يعني هون ومركوبة كثير، يعني عليها طلب كثير، يعني هي رؤوس البطاريات. أنا بشجع كل الشباب يشتغلوا لأنها مهنة حرفية، وأنا من 20 سنة يعني بشتغل فيها، يعني مو طلعت والله، يعني من حبتي إلى ما دشرت هاي المهنة، والحمد لله على كل حال.